اتجمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل اللي جاي جاي بوجعه ياخد مكانه فرحها ويروح. ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح، حبت ظروفك جمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل فرحها وروح، ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني، شر الحليم مش من ما فيه، وهعيش لمين لو مش عايش علشاني. كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسيبناش، أسرار في قلبي لا تتكتم ولا تتحكي ولا يفهموها الناس. بس اللي لازم يتعرف كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسيبناش. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني، شر الحليم أنا عارفة، بس أنا عايزاك تجمد. أنا مش كنا متفقين من زمان؟
اللي انت لازم تبعد عنها. ايه بعد تعطلت كل السوق الحاجة دي هاني. انا مش هقدر غير لما اعرف ايه اللي بيحصل جوه. الرئيس لازم يديني المستشفى فورا. انت بتقول ايه؟ انت الاجهزه اللي عندك جوه دي احسن من مليون مستشفى بره. لا في المستشفى هيبقى احسن صدقيني. هشام مش هيخرج من هنا غير وهو ماشي على رجليه. يا فندم صدقيني دي مسؤوليه كبيره انا ما اقدرش اتحملها. انا هتحملها لوحدي يا رياض. ادخل اعمل اي حاجه. محدش هيخرج من هنا. ايوه انا صاحب المسرح ده. اي حد هيجي عشان يستسمحني هيحصله. يا انيس يا حبيبي ارجوك اسمعني. الموضوع دلوقتي ما هوش موضوع عمر ولا غيره. الموضوع دلوقتي موضوع المسرحيه اللي احنا بنحضر لها. والموسم اللي عاوزين نلحقه. يعني اعمل ايه؟ شوف يا انيس انت ما فيش قدامك غير حاجه من الاثنين. يا اما نشوف موضوع جديد ومسرحيه جديده ومخرج جديد، يا اما انت بقى تتجاوز عن اللي حصل. انا شايفه يعني ان عمر كويس ما جراش حاجه. سامحوا بقى يا استاذ. عصر الليمون بطلناه ولو الدراع انتهى مفيش عمر. حتى لو هلغي العرض الجديد، حتى لو هجيب ضرافها ولا ان حد يركبني يا بهجت. فاهمين؟ اتصرفوا. شوفوا حد ما بينكم كده ويشيل الليله. ولا تشوفوا ليه؟ انا هشوف لكم. من بكره في مخرج جديد. حلو الكلام؟ اصل سوق الفنانين ما انتهاش على سي عمر. راجل سايكوباتي. الاسلوب ده مش عاجبني خالص، مش مريحني. واخد الثوره دي كلمه مستهلكه يا اخي. اه من فضلك يا نبي، من فضلك عشان خاطري غيرها. احنا كنا بنتكلم في ايه؟ موضوع مريم. ملا يا سيدي ثانيه واحده بس بكلم سمية. خليك معايا من فضلك. انت محتاجاها في ايه يا حبيبتي؟ محتاجاها في ايه؟ في ايه؟ انت مش شايف اللي احنا فيه؟ يا هشام انا خلاص تعبت، انا محتاجه مساعده، اعصابي باظت خلاص. البنت شكلها نظيف يعني هنجيبها ايه؟ نشغلها الخدامة؟ مين قال لك ان انا عايزه خدامه؟ ما الخدامين كتار. انا مش محتاجه خدامه، انا محتاجه مساعده. مساعده واحده تنظم لي وقتي، تاخد لي مواعيدي، تظبط لي الحياه ساعات ما انا ما بكونش موجوده. يا حبيبتي ما انت موجوده على طول، هتروحي فين؟ انا قلت لك هرجع ادرس. هو اللي هنبات فيه هنصبح فيه تاني هنتكلم في الموضوع ده؟ ما احنا لما اتكلمنا فيه اولاني ما اتخذناش فيه اي قرار. انا ما بهزرش يا حبيبتي. عاوزه ترجعي الجامعه دلوقتي وتقولي لي ما بهزرش؟ ايوه هي دي، ابعتها يا اخي هاشم. حبيبتي انا بالنسبه للبنت انا موافق، بالنسبه للجامعه نبقى نتكلم فيها بعدين. معلش ما فيهاش بعدين، ده قرار. ايوه يا كمال، معلش معلش يا حبيبي انا اسف. لحظه واحده اقراها. انا لقيتها راميه الهلب قمت عامل فيها سمكه وقافش في الطعم. اعمل ايه يعني؟ لا 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 ملوكة، بقول لك ايه، المره دي حاجه ملفايه تحل من على حبل المشنقه، انسي. لا 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 موضوع تاني خالص، ادعي لنا انت. الله. طب اكلمك تاني يا ملوكة. باي. صباح الخير يا سو. صباح النور. انت هنا من بدري يا حبيبتي؟ ايه اللي انت كنت بتقوله ده؟ ايه بس مالك يا سو؟ تعالي يا حبيبتي، مالك مالك؟ وبعدين يعني امال لو بحشر الفاظ بذيئه زي ما الناس بتعمل؟ ابني انا يحشر الفاظ بذيئه؟ ليه؟ سو ما تعالى قول لي. ايه يا حبيبتي؟ ايه اللي انت كنت بتقوله ده؟ قصدك ملفايه؟ الملفايه دي، ايه الملفايه دي؟ بص يا سو الملفايه دي حاجه كده يعني. أيوة. حلويات، حاجه بتبوش في البق، بقلاوه، لوجه زي العسل. نعم انت حبيبي.
انت اللي نور عينيا. اكمل تليفوني بقى. يحرقك يا عمر، بني ادم قماص وعامل زي العيال الصغننين. كيب كالم بقى، بقى تهدي اعصابك، خد نفس. لا لا انا مش عايز، انا شربت كفايه. تاني ده راخر من ساعه ما مشي ما بيردش على موبايلات. خلاص هو حر، انت قلقان ليه؟ حلوة حلوة حلوة، أنا بحب اللون عليك يا أبو. بقولك إيه، أنت مش عارف أنيس؟ عارف إن هو بق يطلع وينزل على مفيش؟ لا بس الصراحة بقى عمر غلط فيه جامد المرة دي وهزقه قدام كل الكرو. أنيس مش صغير وأكيد مش هيسكت. أنيس هيدور على مخرج تاني، أنا عارف كده كويس. خلاص بقى هتعمل إيه يعني؟ بفكر إن أنا أكلم أنيس بالعقل عشان يرجع عمر، بس ده في حالة واحدة بس، لو حد يضمن لي إن عمر ممكن يجي ويعتذر. ها؟ عمر يعتذر؟ انت عارف عمر كويس، اكتر بني ادم عنيد في الدنيا دي كلها. مخرج بقى. احنا هنضحك بقى ونقضيها هزار. طب بقول لك ايه، ما تقفش كده يلا وقومني، تاخدش حاجه على صدرك قوي. اتفضلي. وش وش. العواد بقى. يلا ستي، باي باي. بعدت ممكن استلف الجزم دي البسها؟ لما تحتاجيها بقولي لي وانا اجيبها لك. تعالي يا عايزك. ومين اللي هيلم الجزم دي؟ اهلا اهلا يا مريم. اهلا يا فندم، انا اسفه على التاخير، اصل بره الدنيا صعبه موت. ما تقلقيش، مش اي حاجه خالص. بس عايزه اقول لك حاجه. اتفضلي. قبل ما نبتدي شغل مش عايزاك تقولي لي يا فندم وسيادتك يعني. تحبي اقول لك ايه؟ سميه طبعا. ماشي يا سميه. اكتر حاجه عجباني فيك انك عمليه. ميرسي. هتعرفي تظبطي لي مواعيد المكركبه بتاعتي. ده اكيد ان شاء الله. تعالي نفرجك على بقيه الفيلا. بصي، مكتب هاشم اهم اوضه بيهتم بيها هاشم، مكتب، نظافه مكتب، مفيش ورقه تتشال من هنا ولا تتحط هنا. أمال بتنضفوه ازاي؟ والله ما اعرفش، نادرة وسميرة هما اللي بيعملوا الموضوع دوت، أنا ماليش دعوة بالموضوع ده خالص. ده المطبخ. مساء الخير. مساء الخير أستاذ. خليكم مستريحين. رامي. مش هتسمعي. مش هتفتح طبعا. كان نفسي تتعرفي عليه. معلش المرة الجاية إن شاء الله. تعالي. أما ده بقى المخبأ السري بتاع كل العيلة. السموكينج أريا. ازاي مخبأ وكلكم عارفينه؟ بنتواطأ يا ستي. تواطؤوا. كل واحد فينا بيتصرف كأنه مش واخد باله التاني بيعمل ايه. تتواطئي معايا؟ اتواطأ معاكي. ممكن احنا تحفة. بس اعملي حسابك. محدش عارف ان انا بدخن. هو انت بتدخني؟ تفكري في ايه؟ هاشم عنده ضيوف النهارده. كانوا زمانهم وصلوا. تعبت. حقيقي تعبت. انا ممكن اريحك. ممكن استلم شغل من دلوقتي لو انت عايزه. شوفي انت عايزه ايه انزل اجهزهولك حالا. اوكي. اشربي بقى لوحدك. يا هاشم بيه، كلامك زين وعلى راسي، لكن برضك ما قلتليش هتعمل ايه في مشاكل الفلاحين. اقول لك يا حاج. عنك انت يا ست الهوانم. على فكره انا مش سميه هانم.
دي مساعدة المدام. المساعدة بتاعت المدام؟ وماله يا هاشم بيه ما يضرش. نرجع لكلامنا يا هاشم بيه. نرجع لكلامنا. احنا ايه بقى اللي يضمن لنا الكلام اللي انت قلته؟ عشان انا اللي قلته يا حاج فاضل وانا كلمتي وعد. بقول لك يا هاشم بيه الحمام حمام يا ابوي. حضرتك هتطلع الناحيه دي كده اول باب على ايدك الشمال على طول. ما تحرمش منك يا هاشم بيه. اتفضل. البيت بيتك. قلت ايه يا حاج؟ وعندك العصير والجاتو جوه. اوكي؟ يلا ميرسي. لو سمحتي. في الحلال. نعم؟ في الحلال. حلال ايه وحرام ايه؟ في ايه؟ ايه في ايه؟ اهدي يا ولد، خبرك ايه يا صالح؟ مفيش حاجة يا ابو، انا بقول على سنة الله. مالك ومال البلية؟ خلاص خلاص خلاص. اتفضلي انت، اتفضلي. الجديد برضه؟ احنا اسفين يا هاشم بيه. خلاص خلاص يا حاج خلاص، هم شباب دايما كده متهور ومستعجل. عموما شرفتونا شرفتونا ونسونا. بالاذن يا هاشم بيه. مع السلامه مع السلامه. اسفين مره ثانيه. مع السلامه يا بو. قدامي الله الله، انت كمان عرفت المخبأ بالسرعه دي؟ أنا مش فاهمة إزاي مخبأ والبيت كله عارف مكانه، وخصوصا سيادتك. إشمعنى أنا؟ المفروض إن هم عاملين من وراك. عيني على البلد كلها، مش هتبقى عيني على بيتي؟ مش عاوز أنا أبقى عارف إيه اللي بيحصل فيه، سواء من ورايا أو من قدامي؟ أكيد طبعا. على فكرة أنت شغلك هنا مع سمية، مش دورك أبدا تجيب الشاي والقهوة. ده أمر مفهوم. المدام كانت تعبانة، وأنا عارفة إن في ضيوف مهمين جايين لك، أنا حبيت أخدمها مش أكتر. في ناس كتيرة بتخدم هنا، مش عاوزك تخش عليا مرة تانية. هو أنا حصل مني حاجة غلط؟ في شغلي أنا ما بحبش حد ينشغل تركيزه بحد غيري. اللي حصل تحت ده مش عاوز يتكرر مرة تانية. مفهوم؟ مفهوم. بلا تحفظ الكلام ده كويس. يا عم روح بقى. يعني أنت زعلان من باباك عشان اتغير بعد موضوع الانتخابات ده؟ ده أنت نفسك اتغيرت. أنا؟ أيوه. أنا اتغيرت بذمتكم؟ بس بقى ما تخليناش نتكلم. أنت مش شايف بتتعامل مع الناس إزاي؟ اوعوا كده وبتتكلم، أنا هبقى ابن الريس وهفض عليكم كلكم. والله العظيم أنتوا ظالمين. بس برضه ما قلتلناش يا فريند بالنسبة للحتة الجديدة. آه يا ساو. الحكي قلت لهم؟ أنا؟ خالص. معقولة يا مريم؟ تاني يوم شغل وتاني مرة تأخير. أنا آسفة أوي، أصلا المواصلات بره زحمة. مواصلات إيه؟ ما تقوليش أنت بتيجي لحد هنا بمواصلات؟ ما تيجي بتاكسي. ولا تاكسي ده إيه؟ انا هخلي خالد يوديكي ويجيبك. لا مش مستاهله، انا حركه مستاهله ومستاهله قوي، انا وقتي ضيق ما بقتش استحمل. انا اسفه. يلا هضطر اسيبك. يلا باي باي. صراحه يا دكتوره سميه ما تخيلتش ابدا ان ممكن ترجع للتدريس والطلبه تاني. مش يمكن كلمة الدكتورة وحشتني؟ وشايفة إن ده الوقت المناسب؟ يا دكتور إحنا لسه في أول الترم. انتخابات الرئاسة بعد كام أسبوع، وأكيد الأستاذ هاشم عنده مسؤوليات كتير دلوقتي. يا دكتور أنا مش قادرة أفهم حضرتك ليه رابط مسؤوليات هاشم بوقتي أنا؟ هو عنده شغله وأنا لازم يكون عندي شغلي. وما أعتقدش يعني مرات مرشح رئاسي شغلانه يعني. والوقت؟ وقت ايه بس يا دكتور؟ جيهان السادات كملت دراستها واخدت الدكتوراه وهي حرم رئيس الجمهوريه. انا يا دوبك مرات مرشح رئاسي، مش هلاقي الوقت. سايبه. شكلك كده في مشاكل بينك. اطلاقا يا دكتور. انا بس حاسه انه لو حرم رئيس الجمهورية تبقى دكتورة في الجامعة ثقل أكتر، برستيج أكتر، مش بس مجرد ست بيت يعني. منى؟ منى؟
أنا كنت عايزة أسألك عن عمر. مال عمر؟ لا أنا بسألك أنتي، عمر ما كلمكيش؟ لا ما كلمنيش خالص. لا يظهر بقى ما بيكلمناش كلنا. واضح إن الموضوع كبير قوي. موضوع اللي كبير؟ على فكرة أنا عزمت فؤاد برهام هو وكام واحد على العشاء بكرة. ازيك من فضلك؟ أنت مالك ومال الإسلاميين؟ دي تاني مرة الراجل ده يجيلك. حبيبتي إحنا لازم نبدأ المصالحة سواء إن عاجلا أو آجلا، مش هنسيب البلد مقسومة كده يعني. فريد أصله بيلعب لعبة خبيثة قوي، بيلعب على فكرة الدين. أنا كمان لازم أثبت للناس إن أنا مش أقل منه تدين، بس أنا مش هعتمد على اللعبة دي وبس. لأ، عندنا في الحزب في برنامج ما يخرش المية، هو ده اللي هيوصلنا للناس. أنت قادرة. عموما هقول لمريم توضب لك كل حاجة. أوكي يا حبيبتي. على فكرة رحت الجامعة النهاردة وقابلت الدكتور نصار. رحت الجامعة وقابلت الدكتور نصار. كأن مفيش راجل في البيت ده ترجعي له. ها؟ أنا رجعت لك أكتر من مرة. كل مرة تحطني جنب الحيط وتخليني أستنى على الويتنج ليست لحد ما أنت تخلص مشغولياتك اللي ما بتخلصش أبدا. أنا عاوز أعرف، عاوز أعرف أنت عاوز إيه من الشغل ده؟ عايزة أحقق نفسي، أنا عايزة أحقق أحلامي. الناس بطلت تقول لي كلمة الدكتورة، كلهم بيقولوا لي المدام، حرام البيه. كلمة الدكتورة دي مهمة جدا بالنسبة لي يا هاشم. بس مش أهم من أحلامنا حبيبتي، مش أهم من مستقبلنا. مستقبلنا، مستقبلك أنت، أحلامك أنت. دردشة، مفيش حاجة حصلت. على إذنك. مش مختفي ولا حاجة، بس أحيانا بحب كده أبعد عن الناس وأعيش الحياة مع مالي. أول مرة أعرف إن أنت رياضي. أحيانا بلعب بوكس لما أكون متضايق، بطلع غيظي فيه. وأنت بقى متغاظ؟ أكيد من اللي حصل. جدا. أنا بغلي وباكل في نفسي كل يوم عشان انا ما مسكتش الاسم وديس ده ودشدشت دماغي. انا كنت فاكراك هتروح تعتذر له. اعتذر له؟ يا بنتي ما تعرفنيش كويس. ورا الوش الهادي اللذيذ اللي انت شايفاه ده واحد تاني مجنون. ممكن يفرتك لي قدام. ولما انت جامد قوي كده ليه ما بتردش على التليفونات؟ عشان انت ما اتصلتيش بيه. بس في ناس تانية كتير اتصلوا بيك وانت ما ردتش عليهم. بس كان ممكن ارد لو انت اللي اتصلتي. يمكن. ثانية شوفني. اتفضل. منى؟ عمر انت كويس؟ انا كويس. اتفضل. انت
عرفتي مكان شكيتي ازاي؟ اللي يسأل ما يتوهش، اضطريت اعمل كده عشان قلقت عليك، يعني لو موبايلك مقفول افهم، لكن موبايلك مفتوح وشايف كل المكالمات، وده ملوش غير معنى واحد من الاثنين يا عمر، يا اما جرى لك حاجه وده اللي جابني هنا، يا اما مش عايز ترد عليا وده اللي انا ما تخيلتش انت تعمله. الحمد لله على السلامه. كنت بقيت فين من امبارح؟ انت لسه فاكر؟ كنت مطرح ما كنت. انت ما تسالنيش وما تحاسبنيش على اي حاجه. احنا خلاص. يعني ايه؟ يعني مفيش خلاص. عيب عيب يا ماجي حبيبتي، ما يصحش كده. العيب هو اللي ابتدى بيه طنط مش انا. لا كلميني انا. يعني ايه ما اسالكيش وما حاسبكيش؟ واحنا متصاحبين ولا ايه؟ انت مراتي يا ماجي. عقد. وزي ما انت ما التزمتش بيه انا كمان مش مجبره ان انا التزم بيه. استهدي يا ماجي، استهدي يا حبيبتي، ما يصحش تكلمي جوزك بالطريقه دي، بلاش عند. يا طنط انت ناسي ان بنتك السبب في كل ده؟ لا طبعا، لا مش ناسي. ويظهر بقى ان مجيتي هنا جت بالخساره عليكم كلكم. معلش انا اسفه، انا اسفه ليكم يا جماعه قوي. انا حاسبكم بقى علشان تقعدوا كده تتفاهموا مع بعض بالراحه وتحلوا كل مشاكلكم. انت رايحه فين يا طنط؟ لا طلع اوضب حاجتي عشان امشي. هو انا يا ابني مش ليا بيتي وبنتي وحماتي وشغلي ولا ايه بالظبط؟ ها ها اقعدوا بقى كده وتفرغوا دماغكم وتحلوا مشاكلكم بالراحه خالص. يلا يا طنط انا اسفه ان انا اتعصبت عليكي. يا بنتي انت فاكره ان انا زعلانه منك؟ انا مش زعلانه. انا مستنيه من امبارح بس عشان اطمن عليك. انا كنت ماشيه والله، بس خلاص اطمنت عليك. يبقى لازمته ايه القعده بقى؟ سامح انا عاوزاك تطمني على البنت اللي اسمها مريم، شوفها راحت فين، جت منين، زي ما اتفقنا. ماشي يلا هسيبكم بقى تحلوا مشاكلكم مع بعض. عاجبك كده؟ برضه هترمي اللوم عليا. على فكره يا سامح انا مش مستنيه مريم تيجي تقولي ان انت بتخوني. انا مش عبيطه، انا عارفه بقالي فتره، بس قلت اصبر بلاش اعمل مشكله، قلت يمكن العيب مني او مقصره معاك. قلت خلاص سيبيه يومين في النزوه يصيروا يرجع لك. طنط منى اهدي بس، ما تاخديش الموضوع بشكل شخصي قوي كده. انا ما ردتش على حد، مش انت بس. تعالي اقعدي تعالي. واضح ان انت عندك ناس ومشغول. انا ماشيه. منى استني بس، المشكله حتى لو عندي ناس. لا مفيش مشاكل، عشان اسيبك براحتك. باي يا عمر. منى انت ازاي تسيبها تنزل؟ انزل وراها قول لها الحاجه دي بتاعت بنت عمتي بنت خالتي اي كلام. انت عملت كده ليه؟ انت استخبيتي ليه اصلا؟ انا مش فاهم. بعمل كده عشان مصلحتك وعشان مصلحتي. اللي نزلت دلوقتي كمان 3 اسابيع ابوها هيبقى رئيس الجمهوريه. لو ما تفرقش معاك تفرق معايا انا، مش عايزه اخسرها على الاقل دلوقتي، والحاجه دي لازم احرقها. انت ازاي كده؟ ازاي كده؟ للدرجه دي ماشيه ورا مصلحتك؟ طب جيت هنا ليه؟ انا مش فاهم. ولا شايفاني جزء من مصلحتك كمان؟ انا انسانه عمليه وانت زيي بالظبط، بس انت اللي مش واخد بالك. انا عمري ما عرفت حد عشان مصلحتي، وما بحبش حد يعرفني عشان مصلحته. اتفضلي دلوقتي لو سمحتي، اتفضلي.
ممكن بقى تفهمني انا مصلحت عليك في ايه؟ ايه اللي حيلتك اصلا عشان مصلح عليك فيه؟ عشان تعرف ان انت بني ادم غبي ما بتفكرش. انا فعلا غبي. زي ما توقعت بالظبط، شكلها هتقلب على الكل. مش كل ماضي بنعشقه، في ماضي لا